امبارح كان في افتتاح لمعرض الفن التشكيلي الافريقي الدولي بكلية الفنون الجميلة بجامعة الاقصر، وده كان تحت شعار في حب مصر، واللي بتنظمه الكلية بالتعاون مع مهرجان الاقصر السينمائي الافريقي في دورته ال11. المعرض بيضم فنانين من دول روسيا، انجلترا، البحرين. كمان تم عمل جدارية، الجدارية دي بتبلغ نحو 100 متر وبتعبر عن دور وأهمية المرأة المصرية تحديدا منذ العصر الفرعوني وحتى عصرنا الحاضر في الممارسات الفنية والإبداعية. وشارك في الجدارية دي نحو 20 طالب. التفاصيل هنعرفها من خلال التقرير التالي. الحقيقة المعرض مواكب للسينما الأفريقية، لأن إحنا لو بصينا على اللوحات اللي هي موجودة في المعرض هنلاقيها إن هي بتحتك بشكل مباشر بالحياة في أفريقيا، سواء كانت من مصر طبعا لجميع الطقوس والعادات اللي هي بتبقى موجودة في أفريقيا. حتى هنلاقي فنانين مش شرط إن هم أفريقيين، لأن ممكن يكونوا عاشوا تجربة جوه قارة أفريقيا سواء ايا كان المكان اللي هم موجودين فيه، بس انتجوا من خلال هذه التجربه مجموعه لوحات فنيه بتعبر عن الحياه في افريقيا. لان يكون المعرض متنوع ما بين الخامات، سواء الخامات المختلفه او المدارس الفنيه اللي هي بيتبعها كل فنان على حده، يعني هنلاقي في المعرض في فنانين بيتبعوا المدرسه التكعيبيه، في فنانين بيتبعوا المدرسه الكلاسيكيه، في الانطباعيه والتاثيريين وهكذا. فهو الحقيقة شامل مجموعة مدارس فنية، إلا إن هم كلهم بيجتمعوا على إن هم بيتكلموا عن أفريقيا نفسها، الحياة في أفريقيا بشكل أو بآخر بتصويرهم كل واحد من خلال رؤيته الفنية. والله الطبع الإفريقي موجود في أعمال كتيرة، وده امتداد كويس للأعمال الفنية المصرية، بتبين طبعا ارتباطنا الوثيق بدول حوض النيل ودول أفريقيا عامة. وطبعا في الواقع ان مصر جزء من افريقيا، وان الفن المصري القديم هو فن افريقي في المحل الاول. الاعمال الفنيه زي ما احنا عارفين بتعبر عن افريقيا بشكل عام وعن مصر بشكل خاص، واحنا طبعا جزء لا يتجزأ من افريقيا. على سبيل المثال اللوحات اللي انا مشارك بيها كفنان في المعرض هي مصري البسيط الاكسوري اللي احنا عايشين معاه، الجو المحيط بينا، بدات امزجه بمجموعه من الالوان ومجموعه من الطبعات المختلفه بما يسمى ميكسد ميديا. ده كان مجموعه كبيره من معرض اسمه حكايات مرئيه، كنت عارضه في قاعه الباب بمتحف فن المصري الحديث بالقاهره، والنهارده لقيت ان ده من الموضوع من اللوحات المناسبه ان تشارك فيها النهارده. طبعا زملاء الفنانين المشاركين بشكل عام قدروا يعبروا عن الموضوع من خلال انتمائهم الافريقي وانتمائهم لمصر. كمان معنا مجموعه من فنانين زي مثلا برايم فلاين، فنان انجليزي عايش في الاقصر بينا، ممكن انتوا استعرضتوا لوحاته من خلال الكاميرا معانا النهارده. هو مقيم في الاقصر وعايش في الاقصر برده، كان عنده رغبه ان هو يشارك معانا. فالموضوع ما كانش قاصر على الفنانين اعضاء التدريس في الجامعات المصريه او كليات الفنون بس، لا ده كمان الفنانين بشكل عام. طبعا دول زملائنا في الفن بشكل عام، فاحنا كنا لسه في اطار احتفاليه الاقصر كليه الفنون الجميله بمرور 25 سنه. احنا قلنا الاحتفاليه مستمره طول العام وعندنا ايفنتات كتير جدا، ده من ضمن الاحتفالات بتاعتنا ان احنا حتى هم كمان في مؤتمر الافريقي في المهرجان حاطين شعار كليه الفنون الجميله مرور 25 سنه على كليه الفنون الجميله، بالاضافه الى شعار جامعه الاقصر. فده اول تعامل بيننا، تعاون ان شاء الله يكون وطيد وان شاء الله يكون في مسار التعاونات الاكثر بيننا وبين مهرجان الاقصر للسينما الافريقيه.